خليني اتكلم عن العناية بالبشرة بقى بشكل خاص، واحنا خلاص الصيف والحر ابتدى والناس ابتدت بقى تقول ايه، البشرة هتبتدي تبوظ شوية، الحرارة، الرطوبة، العرق، حتى الميك اب مع الحر بيبقى صعب قوي، الناس هي مضطرة تحط بيبقى سايح بقى والبشرة ما بتستحملش. فاحنا ازاي نحافظ على بشرتنا في فصل الصيف بشكل خاص؟ نعمل ايه من اول بقى، من نقوم من النوم لحد ما نيجي ننام؟ طيب احنا المفروض ان بنحاول نتجنب الصابون، لان الغسول بيبقى الطف على البشره من الصابون. طب والصابون اللي هو بمادة الجليسرين بدون ذكر اسامي، اللي هو فيه جليسرين، بيبقى الطف على البشرة من الكيماويات التانية؟ لو هي الصابونه طبيه وفيها مرطبات كمان مع الجليسرين او فيها سيراميدز او حاجه وانا شايفه انها مناسبه للبشره بتاعت المريضه، فخلاص اتس اوكي. تمام. بعد الغسول لو البشره دهنيه هنستخدم التونر طبعا. بعد كده هنحط واقي الشمس بتاعنا. طيب افرض انا عايزه احط مكياج، ممكن تحطي واقي الشمس بتاعك كأنه البيز بتاعك، وبعدين بعد 10 دقايق تقدري تحطي المكياج عليه وتمارسي حياتك يعني عادي، تحط واقي الشمس سان بلوك وفوقيه الميك اب عادي وفوقيه المكياج عادي مفيش عادي. منه مشكلة. بس المفروض ان احنا نجدده كل ساعتين عشان هو بينتهي مفعوله بعد ساعتين. طبعا الكلام المعتاد بتاع ان احنا نشرب سوائل كتير شرب المية والسوائل طبعا عشان يحافظ الكولاجين في البشرة، علشان ده يدي مهم. رطوبة للبشرة عشان البشرة ما تجفش في الصيف. اكل الخضار الفاكهة دي الحاجات الكلية المعتادة، اهم حاجة ان احنا ما ننامش بالمكياج، ده بقى صيف شتاء ما ده في ننامش كل الأحوال دي بالمكياج. عادة خاطئة، ما بالظبط ينفعش. كده بالظبط. وشرب السوائل هي دي اهم حاجة. وشرب السوائل والأكل الكويس، دايما بيتقال إن الأكل الكويس والمية يعني دي حاجات داخلية بتظهر على البشرة، ما يبقاش كل اهتمامك خارجي، لكن داخليا برضو بتأثر. اكيد طبعا. يعني لما نكون مثلا الفاكهة كلها فيها فيتامين سي وفيها فيتامينز تانية كتيرة، ده بيأثر على البشرة على بشكل البشرة. إيجابي. عشان كده بنخش الصيدلية وناخد مثلا السيرم بتاع فيتامين سي، طب هو موجود ما اوريدي في احنا ناكله الفاكهة. أيوة بالظبط اسهل يعني. بالظبط.